السلام عليكم. اهلا وسهلا، نشراكم ان شاء الله تكونوا لاباس، صحتكم بخير، احوالكم؟ وراني رايحه المدرسه النهارده. تروحي اول يوم ليها في تدريب السباحه وهتجرب، وان شاء الله ربنا يوفقها ان شاء الله. لا، من صباح هو يقول لي يلا جهز الشنطه عشان تروح المدرسه. اليوم ان شاء الله اول نهار ليا، راهي عندنا ثلاثه دوكا، انا وصلت قد قد نروح نجيب الاول البطاقه اللي يعطيوها لي الكارني لين واللي ندخل به ديما، وان شاء الله نروح نبدا يا ربي ان شاء الله. يوم سهل بكم، راني متلبكه شويه، كيعد اول نهار وكيعد اول مره، ماشي اول مره كيما نقولوا، يعني ما تتلبكيش ولا حاجه، الموضوع سهل. لا متلبكه شويه، المهم اني داخله دوكا من بعد ان شاء الله نتلبك. دخلت البنات كيما راكم تشوفوا، جبت البطاقه تاعي، ها هي دوك ندخل بها. دخلت معايا محمود، قلت له وصلني حتى للباب الداخل ومن بعد ولي روح معك شغل، او كيعت اول مره، المره الجايه كش نوالف. المهم اني راحه ان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله يا ربي. هيا بسلامه. شوفوا شكون جاي يستنى فيا، شوفوا شكون جاي يستنى، شوف شوف جوري. ما شفتنيش، ازيكم؟ جيتوا تستنوا؟ رحت اعوم في البحر. والله ما حطيتيش ليه البندانة بتاعتك في شعرك حمر؟ ازيك ماما؟ جيت تستنى ماما؟ انت جيت تستنى ماما؟ راحت المدرسة. اه يا شنطتي يا جوري. لا هنا رحت المدرسة، انا كنت في المدرسة. ازيك؟ سمحت تعلمت اني اغطس تحت الميه واكتم نفسي، يعني اول مره تتعلم انك تغطس تحت الميه، وكم مثلا كم دقيقه تفضل تحت الميه تمسك كده في الحيطه وتروح، وتعلمت برضو تروح عامل يدوك كده لوحه ولا مش عارفه ايه، تمسك فيها كده وتسيب نفسك كده وتطلع على الميه. الله زعما احنا قعدوا في هذا النادي، بصح قال مازال ما فتحش هذا، وقدام هنا تاع السباحه مازال ما فتحش على ما اظن. اجري ماما اجري، يلا يا خلبيس. كده لو ما كانش كده نروح نقعد شويه هنا وبعد كده نروح ناكل كبده. كبده؟ ماشي. جيب العسيله بابا. جيب العسيله. ارباح عمر. يا عمر. قعدنا البنات هنا في النادي، لكم تشوف فيه هذا النادي قدام، جاي هنا في الجامعه يعني. يا كخ. هذا النادي جاي في الجامعة قدام المسبح وذاك، المهم في وسط الجامعة الداخل. شوفوا كيفاه داير، حب على بالكم اني عطشانة بزاف بزاف، حابة نشرب وجيت باش نريح هنا. جيت نفاجئك، جبت لك الولاد وجيت، انا ما كنتش متخيلة انه هو اصلا ما قاليش اذا نجي لك من بعد، والله هذاك جاب الولاد وجا، قال لي حبيت نفاجئك، جينا نخرجك من المدرسة. قال لي جينا نخرجك من المدرسة. ارواح عمر.
قلت لكم الحصة الأولى كانت بزاف بزاف هايلة، يعني كنت متلبكة شوية كأول مرة نروح مع ناس، مازلت كيما نقولوا شوفوا أنا الحاجة اللي فيا أني كي نكون نهدر مع مثلا راجلي ولا إيه ده، هات أي حاجة ساقعة بس. كي نكون نهدر مع راجلي ولا دارهم نورمال، بصح كي نخرج مثلا الحانوت ولا بلاصة كيكونوا فيها شغل نتلبك في الهدرة. جاتني كانت اول مره كش راحوا متلبكه. المهم دخلت نورمال. الحصه الاولى كانت انك تدخلي تحت الماء كيما نقولوا، تشوفي النفس تاعك، لازم تعلمي النفس تاعك قداش يبقى تحت الماء. كي دخلت انا اول مره كنت خايفه بزاف، ومن بعد بشوي الحمد لله تعلمت. وثاني جابوا لنا واحد الحاجه هكا، المهم باش كيفاه تحكمي فيها هكا، كيما نقولوا تفردي روحك في جسمك هكا في الماء حتى تولي تطلعي وحدك فوق الماء هكا. يعني كانت الحصه الاولى بزاف بزاف هايله، وانا كل ما ندير حاجه نقول هكا شوفي ترى، تقولي ايوه حلو احسن تعلمتي احسن تعلمتي احسن. هذه هي البنات. والله يعني بزاف حاجه مليحه، مثلا كيما نقولوا يعني الحياه ماشي البنات غير الدار، وغير انك تقعدي في الدار الاولاد وذاك. الحمد لله يا ربي يعني ديسيديت اني نكمل هكا، نولي ندير نشاطات، نولي نكمل القرايه. كاين حوايج بزاف في راسي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يتحققوا باذن الله ان شاء الله. يعني شكرا بزاف لكل واحده دعمتني، شكرا بزاف لكل واحده قالت لي كلمه طيبه، لكل واحده شجعتني. بصراحه ما توقعتش اني نلقى هذا كامل التشجيعات، ما توقعت اني نلقى التشجيعات هذو كامل في لي كومونتير. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، قد ما نشكركم ما نوفيكمش. راحوا معاه الاولاد شغل عينيا نحس فيهم شغل تغمضوا ولا مع كيفاه، ملقيتنيش يتحوس اليمني. تعالي هاتي عمر وتعالي شوفوا حكمته يا عمري، ما شاء الله ما شاء الله. شوف تعالي يا جوري، تعالي تعالي هاتي عمر. شوفوا ما بغاش يطلق الكرسي هو، وهي تجبد فيه تقول له تعالى تعالى. محمود شوف في حكمته وجابته، شوف. يا لوحي يا ماما شوف. وش الشنطة وش الشنطة، يا لوحي يا لوحي يا لوحي يا لوحي، هاتي تعالى تعالى يا لوحي. يلا خذها جبت، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا انت خذ خذ، يلا اشرب اشربوا عصير. هاي يا جوري، يلا ماما. عمر نونو نونو على نونو. احنا تعشينا على بالكم خرجت من ثم، خرجت جيعانه شويه ماما، خرجت جيعانة شوية. طلبت كريب، أنا نموت على السندويتشات، وطلبنا ثاني محمود طلب مكرونة بيشاميل يموت عليها. هذه المرة طلبها بالسجق، سجق ولا السجق هي كده وكده. وثاني طلبنا سباغيتي، المهم كلينا الحمد لله. أنا ذوين باش بعد شوف في دير يا رب ما خليليش. راكم تعرفوا الخرجة مع الأولاد بصح ما كانت مفاجأة هايلة، جابهم وجا خرجة مع الأولاد. يعني أنت عارفينها يعني ممتعة ومش ممتعة. على بالكم هبلوه، يجروا من هو، يا جور يا عمر يا جور يا عمر. بكرة رايحين ندوروا هكا شوية من بعد نركبوا باش نروح. على بالكم أنا عييت شوية شغل عيني بداو ناوي يذبلوا هكا شويه بالك منا. وكانت اول مره ليا، دوكا عندنا سبعه تاع العشيه هذا، وين باش الناس بدات تخرج بدات تحوس، هذا وين باش راحت الشمس شويه عم بداو يخرجوا، حنا رانا مروحين.